مرحبا، احنا في متحف اللوفر الان في فرنسا وجينا نشوف الموناليزا. يعني انه بدنا نشوفها، طلعوا قديش في عالم قاعده بتصور يعني الصوره نفسها. طيب ما هي الصوره موجوده على النت، مش فاهم انا شو بس مع كل هذا المكان هاي الصوره زي ما انتم شايفين قديش في عالم. اليوم بيحكوا لنا ان الاحد حظكم ما في عالم كثير. anyway يعطيكم العافيه من متحف اللوفر، واهلا وسهلا فيكم في مع الموناليزا.